حضرتك؟ ايوه انا ارتبط بجد؟ طبعا. بس انا عندي شرط واحد. ايه؟ تمسح كل البنات عندك من على الفيسبوك. لا يا ماما مش همسح حد. لا هتمسحهم. مش همسحهم. هتمسحهم. ما انا همسحهم وبعدين نفركش هرجع اعمل لهم اد تاني فموال. لا يا حبيبي هتمسحهم وخصوصا البت الحاج. الا الحاج. هتمسح الحاج. مش همسح الحاج. لا. موسو ايه يا موسو في ايه؟ ايه الشرشوبه اللي انت معلقاها دي؟ انت في ايه؟ سوكو جاب لحد اخر السنتر بتزعقوا ليه؟ شوفي صاحبتك. ايه يا سوسو؟ يرضيكي يا بسنت، الواد حسن المعفن ده كل شويه الاقيه بيعمل لايك للبنت الحاج. يا سلام، وما شفتيش الكومنت اللي عامله المهتاب على الصوره اللي لابسه فيها بكيني وكاتب لها احلى صوره في الدنيا واخرها فيس في قلوب حمراء؟ عادي صاحبتي قلوب حمراء ايه فيه؟ لا يا حبيبي، القلوب الحمراء دي بتاعت المرتبطين لكن الزرقاء بتاعت الصحاب. لو النبي، طب والفوشيا؟ اعدلي لها البتاع ده عشان بتقول حاجات